مثل ما أنتم قارينه وهذا موجود عندكم بالكتاب، سهولة الحساب. يعني مثل ما شفتوا بالفيديو السابق إنه من السهولة نحسب، يعني هو مجرد حساب بسيط مو فترة استرداده، بحيث يتم تغطية المبلغ المستثمر، وبالتالي هو يعني بطريقة حسابية بسيطة ممكن أن نحسبه، وممكن أن يعتبر هذه الميزة الثانية. يقول هو مؤشر مبدئي وسريع. هو ليش سريع؟ أكيد لسهولة الحساب، يعني بسرعة السلام ممكن عليكم دكتور. صاحب. السلام، حياك الله. عفوا عن المقاطعة دكتور. تفضل. دكتور، محاضرتنا اليوم تحديد وتحليل تكاليف المشروع. هاي حضرتك يعني شرحتها بالفيديو شلون؟ دزيت لكم فيديو تشوفوها، إذا عندكم بها مشاكل تمام أعيدها لكم. أوكي إن شاء الله دكتور. ما في أي مشكلة، هي بسيطة. هاي تكملتها والتمارين هم ضمنها، هم فترة استرداد. إحنا اليوم هم عندنا تمارين على فترة الاسترداد. نعم دكتور إن شاء الله. نفس الشيء. فالميزة الثانية يقول هذا هو مؤشر مبدئي وسريع، أما إذا كان المشروع يستحق المزيد من البحث. ليش مؤشر مبدئي وسريع؟ أكيد هو بسبب سهولة حسابه، وإذا كانت فترة الاسترداد قصيرة هذا أكيد راح يعطي صاحب المشروع أو الشركة المستثمرة دافع إضافي حتى يعني تبحث وتفكر بجميع تفاصيل المشروع وتمضي. أما إذا كان العكس مثلا، يعني خلي نفترض أنه فترة الاسترداد طويلة، فهذا أكيد ممكن أن يخلي الشركة تتحول إلى خيار بديل آخر، لأن مثل ما تعرفون وإحنا اتفقنا أنه كل ما تكون فترة الاسترداد طويلة فهذا معناه شنو؟ أنه مستوى المخاطرة يكون كبير، وهسه راح نجي عليه بها ناخذ بها فد مثال. وكلما كان مستوى المخاطرة كبير أكيد هذا يعني يشكل خطورة أو مخاطرة يعني على مستقبل الشركة. يعني هنا صاحب المشروع راح يلجأ إلى مشاريع بديلة أخرى ممكن أن يسترد فيها أمواله بأقصر وقت ممكن. فهذه أيضا ميزة، هو مؤشر مبدئي وسريع. ولهذا يقولون مبدئي لأن هو مؤشر يعني لا يخلو من عيوب راح نجي عليها لاحقا، ومؤشر حتى هو يعتبر مؤشر بدائي مو فقط مبدئي، ولكن في نفس الوقت أيضا هو ممكن أن يستخدم كمقياس لمدى يعني نجاح المشروع، ممكن أن يستخدم كمقياس للمفاضلة أو المقارنة مثل ما هو مذكور إلى آخره. الميزة الثالثة أنه فترة الاسترداد يحدد ماذا مستوى السيولة المتدفق للمشروع. أكيد إحنا هنا من نجي ونحدد فترة الاسترداد، إيش راح نحدد على أساسه؟ مستوى التدفقات، لا راح نحسب لا تكاليف ولا أجور ولا أي تكاليف أخرى، قصدي هو فقط نحسب مستوى التدفقات، لا نحسب لا أرباح ولا تكاليف. وبالتالي هو يحدد مستوى السيولة من خلال التدفقات النقدية المقدرة خلال فترة الاسترداد، ورح نجي عليها لاحقا. فممكن أن يعطينا مثلا مستوى السيولة حتى على أساس صاحب المشروع يحدد واقع ومستقبل المشروع، ومثلا مستوى النفقات، لأن هو أكيد صاحب المشروع إلى مصروفات أخرى يحدثها على أساس مستوى إيراداته أو تدفقاته النقدية. ولهذا يقول هو يحدد مستوى السيولة المتدفق في كل سنة من عمر المشروع، ومثل ما شفتوا من حسبناه بالصيغة البسيطة بالمحاضرة الماضية. أيضا يستخدم معيار فترة الاسترداد للمفاضلة بين المشروعات. دائما ما إذا ما نقيس فترة الاسترداد غالبا ما يكون عندنا مشروعين أو ثلاثة، وبالتالي إحنا نختار المشروع الأفضل. بس هنا يستخدم للمفاضلة بين المشروعات التي تخضع لتغيرات تكنولوجية سريعة. هاي شنو النقطة؟ شلون؟ من يحب يحكي لي عنها؟ يقول يستخدم معيار فترة الاسترداد للمفاضلة بين المشروعات التي تخضع لتغيرات تكنولوجية سريعة. شلون يعني؟ شنو علاقة التكنولوجيا بفترة الاسترداد؟ من يقول لي؟ من يا باب؟ ما شباب؟ حد بباله فكرة؟ التكنولوجيا شنو أثرها على المشروع؟ ها؟ زيادة إنتاج.
بالضبط التكنولوجيا أكيد زيادة الإنتاج دكتور، إذا كانت عندي آلات. أي نعم، إذا آلات عندي متطورة أكيد راح تؤدي إلى زيادة الإنتاج. وزيادة الإنتاج شنو معناته؟ المفاضلة مع الشركات الأخرى، لا هسه أنت قلت يعني ممتاز يعني كلام، مشروع ما بيتطور أنت قلت تكنولوجي. إذا عندي آلات متطورة نعم تكنولوجيا تقصد تسبب زيادة في الإنتاج، نعم زيادة الإنتاج نعم شو تسبب؟ زيادة نعم التدفقات النقدية، زيادة التدفقات النقدية شنو بالضبط معناتها؟ صح. معناتها أنا أسترد مبلغي بسرعة، مو أنا إذا عندي تدفقات نقدية سريعة بالضبط صح. وكبيرة، هذا شنو معناته؟ نعم معناته إنه إذا إحنا استرجاع استثمرنا، أسرع. مو خلينا نفترض إحنا مستثمرين 20,000 دولار، واستخدمنا أجهزة تكنولوجية سريعة وتنتج يعني عدد وحدات أكبر بالساعة الواحدة أو باليوم الواحد، وبالتالي مستوى إنتاجنا نعم أكبر، معناتها إيراداتنا أكبر أو تدفقاتنا أكبر. بمعنى آخر إحنا ممكن أن نسترد المبلغ بأقصر وقت ممكن بسبب استخدام التكنولوجي، مو؟ بشكل أسرع. بالضبط. فهنا يقول يستخدم للمفاضلة في المشروعات التي تخضع لتغيرات تكنولوجية. إحنا عندنا مشروع، خلي نفترض ورا فترة فتحنا فرع إنتاج جديد، أو ورا فترة نريد نحدث، خلي نفترض استخدمنا تكنولوجيا حديثة، فهنا راح نقدر نفاضل بين فترة الاسترداد قبل استخدام التكنولوجيا وبعد استخدام التكنولوجيا. يعني هنا التكنولوجيا راح تبين لنا ايش قد تنخفض عندنا فترة الاسترداد. يجوز احنا خلينا نفترض بالمشروع الاول او المشروع نفسه سابقا استخدمنا تكنولوجيا غير حديثة غير متطورة، يجوز فترة الاسترداد كانت 4 سنوات، ربما نستخدم أجهزة حديثة خلينا نفترض إنتاجيتها ضعف، بدل ما ذاك الماكينة تنتج مثلا 5 وحدات يجوز هذا 10. بهالحالة يعني فترة الاسترداد راح تنخفض يجوز إلى سنتين، بمعنى مستوى المخاطرة راح ينخفض لأن إحنا نقدر نسترد أموالنا وبوقت سريع نسبيا. فهنا يقول يستخدم للمفاضلة بحيث أنا أقدر أقارن أو أفاضل بين مشروع وآخر بسبب هاي التغيرات التكنولوجية. بمعنى آخر مثلا أنا التكنولوجيا راح تبين لي ايش قد راح تنخفض عندي معيار فترة الاسترداد، أو بالعكس يعني فترة الاسترداد هي راح تبين تعتبر كمعيار مو لبيان أثر التكنولوجيا. يعني مثل ما بالمثال اللي ذكرته لكم، مثلا قلت لكم إذا كانت فترة الاسترداد 4 جوز استخدمنا التكنولوجيا صارت 2، فالحالة هاي الاثنين منو حددها لي؟ معيار فترة الاسترداد، يعني هذا أقدر أنا أستخدمه كمؤشر مو؟ وبهالحالة أنا راح أعرف أثر التكنولوجيا يعني ودورها في زيادة الإنتاج وزيادة التدفقات زيادة السيولة، بمعنى آخر في تقليل مستوى المخاطرة بحيث صاحب المشروع يحقق إيرادات سريعة ويسترد أمواله بشكل سريع، وهذا مؤشر إيجابي أكيد يحفز المستثمرين أو المنتجين بشكل عام على يعني المضي في المشروع وإنشائه إلى آخره وتطويره. هذه أهم المزايا اللي تؤخذ أو تثبت على معيار فترة الاسترداد. طبعا على أرض الواقع هم هاي الملاحظة يعني كمعلومة عامة لازم نعرفها إحنا هسه مثلا بالمشاريع الآن على أرض الواقع بواقع الحياة الطبيعية، ما ممكن يستخدمون بس معيار فترة الاسترداد، لأن هذا بيه مزايا وبيه عيوب. يعني على مستوى الشركات، لا اليوم يعني بالوقت الحاضر تستخدم عدة مؤشرات، عدة مؤشرات يعني مو فقط، يعني لا نتصور إنه الصورة بواقع الحياة الحقيقية هي فقط فترة الاسترداد وعلى أساسها يتخذ قرار، لا مو بهالصورة، ولكن هذا كمعيار كمادة علمية لازم ندرسها، هو مؤشر يعني حتى المستثمر مثل ما ذكرت لكم مسبقا حتى يعرف انه كم من الوقت يحتاج حتى يسترد اموال المستثمرة، وهذا يعتبر مؤشر ايجابي كلما كان ماذا يعني مستوى المدة اللي يسترجع بها مواله اقصر، مو يعني نقول يوصل بها الى بر الامان يعني في الحالة. انتهينا من الميزات او المزايا، منو عنده سؤال لحد هنا؟ اضافة شي تعليق؟ من عنده سؤال شباب؟
تمام، واضحة هذه. ننتقل إلى العيوب. عيوب استخدام معيار فترة السرداد. أول عيب في فترة السرداد يقول هذا يتجاهل توقيت الحصول على التدفقات النقدية عند المفاضلة بين المشروعات. ومن يتجاهل الحصول على توقيت التدفقات النقدية، ذاكرنا مصطلح يقول ما يأخذ بنظر الاعتبار القيمة الزمنية للنقود. شنو القيمة الزمنية للنقود؟ من بباله فكرة؟ ها، القيمة الزمنية للنقود، قيمة زمنية يعني، منو يحكي لي؟ عفوا دكتور، قيمة النقود. نعم نعم تفضل. قيمة النقود في فترة زمنية تختلف عن فترة زمنية أخرى، مثلا بعام 2007 إذا أحكي على صرف الدولار مثلا تختلف. بالضبط، مو فقط سعر الصرف اللي تقوله صحيح، ممتاز. مو سعر الصرف فقط، وإنما يعني هسه مثلا خلي نفترض عملتنا ثابتة سعر صرفها. نعم. بس دينار اليوم يعني مو مثل دينار الأمس. بالضبط، 10,000 دينار اليوم مو مثل 10,000 اللي هي قبل يعني 5 سنوات، تختلف. بالضبط. هي مع مرور الزمن يعني هذا تلقائيا وفي كل الدول قيمة النقود يصير بيها شنو؟ انخفاض. ولهذا تختلف يعني مو فقط سعر الصرف، وإنما لعدة عوامل. لعدة بالضبط. عوامل. أي. يعني منها تغير الدخول، متطلبات الحياة، فقيمة النقود تنخفض تختلف يعني. فهنا يقول هذا المعيار شبيه ما ياخذ القيمة الزمنية للنقود. وهنا شنو يقصد؟ يعني مثلا هنا شوفوا ماخذين هذا المثال، يقول فترة الاسترداد 3 سنوات للمشروعين، يعني قيمة الاستثمار شقد؟ 12.6 18,000، يعني 18,000 قيمة المشروع. ذولي عندنا مشروعين نفترض سين وصاد، وتدفقات نقدية على مدى 4 سنوات، فترة الاسترداد 3 سنوات لكلا المشروعين، يعني قيمة الاستثمار 18,000، بس أنا هنا ما كاتبه 18,000 قيمة الاستثمار. شوفوا مثلا بالمشروع سين بالسنة الأولى 7,000، الثانية 6، الثالثة 5,000. المشروع صاد السنة الأولى 5,000، الثانية 6,000، الثالثة 7. هنا مبدئيا احنا شو نفضل؟ طبعا هم اثنينهم يسترجعون الأموال أو فترة الاسترداد جيت 3 سنوات. زين أنا هنا يا مشروع أفضل، ولماذا؟ من يقول؟ عفو سين دكتور. أكيد سين. ليش أفضل المشروع سين؟ لأن سين سرعة الاسترداد، التدفقات النقدية مالته أكبر، بمعنى أنه كأنما سين يحافظ على القيمة الزمنية للنقود، أنه أنا خلال سنة أسترجع 7,000، هذا خلال سنة يسترجع 5، مع العلم أنه فترة الاسترداد وحدة ورا 3 سنوات هم اثنينهم شنو؟ يكملون المبلغ المستثمر. يعني فترة الاسترداد بالحالتين هي 3، ولكن سنويا أنا الأفضل لي منه المشروع سين، لأن عندي بالسنة الأولى رح يسترجع 7,000 دينار، يعني ما يأخر لهاي 7 إلى السنة الأخيرة، بينما بالمشروع صاد 7,000 تأجلت للسنة الثالثة، هذا بالسنة الأولى، يعني فرق سنتين. بهالحالة أنا يعني استرجعت كأنما حصة كبيرة من مبلغ المال المستثمر خلال سنة. يعني من وجهة نظر القيمة الزمنية للنقود أكيد أنا أفضل سين، على الرغم من أنه اثنينهم يخلصون ب3 سنوات أو فترة الاسترداد هي 3 سنوات، فأنا مبدئيا. طبعا إحنا لا نأخذ الصورة على هاي الأمثلة البسيطة، هذا لو نأخذه على مدى على مستوى مشاريع وشركات كبرى مليارات الدولارات، يعني فد أرقام مو على مستوى الشركات العالمية خيالية تكون، مو بهذه السهولة. بس هاي الأمثلة لغرض التبسيط، تشوفوها ما بها أي كسور، يعني أرقام كلها صحيحة.
فحتى يكون المثال سهل وواضح. فهنا أكيد فترة الاسترداد شبي يتجاهل هاي الفترة، بمعنى إحنا هسه من نحسب فترة الاسترداد شنو معيارنا الأساسي؟ نريد نعرف أي مشروع يسترد الأموال بأقصر فترة. يعني هسه لو نفترض المشروع صاد بسنتين، يجوز نفضل المشروع صاد، بينما ما ناخذ مسألة القيمة الزمنية بنظر الاعتبار. ولهذا هو هنا يقول يتجاهل توقيت الحصول على التدفقات النقدية، لأن إحنا هنا كل همنا نريد منه المشروع اللي يسترد الأموال بأقل فترة ممكنة، أقل سنوات ممكنة، بس ما ناخذ بنظر الاعتبار أول سنة أكبر أصغر. يجوز هنا خلينا نفترض 2 2 وهنا 14,000 مثلا، مو هالشكل ما ناخذها، فما ناخذ يعني هنا القيمة الزمنية للنقود، وإنما فقط ننظر إلى المدة الزمنية ونعتبر أنه كلما كانت المدة أقل هي الأفضل. هاي واحدة من المؤاخذات أو العيوب على معيار فترة الاسترداد. هسه هاي النقطة واضحة شباب؟ واضحة دكتور، واضحة، كلش واضحة وبديهية. النقطة الثانية يقول يتجاهل معيار فترة الاسترداد القيمة البيعية في نهاية عمره الافتراضي. هاي شو يقصد بيها؟ من يشرحها لي؟ شنو القيمة البيعية في نهاية عمره الافتراضي؟ شنو يعني؟ نزلاء. نعم دكتور. اي شنو القيمة البيعية؟ يعني المشروع مو إلى عمر افتراضي؟ نعم دكتور. يعني مثلا هسه احنا عندنا مكان، المكان خلي نفترض، شايفين مرات يقولون تشوفون شركات شو يسوون كل فترة، شو يسوون؟ يبيعون كل ممتلكاتهم ويجددون، لأن انتهى العمر الافتراضي للسلعة. عندنا مكان اشتريناهن ورا 4 سنوات انتهى عمرها الافتراضي، كل سلعة لها عمر افتراضي، شلون ما مثل السيارة مثلا إذا عمر، لأن بعد العمر الافتراضي راح تكون يعني كأنما عالة على المستثمر، صيانة تكاليفها تكون كبيرة، إنتاجيتها تقل إلى آخره. فورا ما ينتهي العمر الافتراضي شو يسوون الشركات؟ يبيعونها، مو؟ نعم. فهاي يسمونها القيمة البيعية، إلها مصطلح آخر شو نسمي يبيعونها شنو؟ خردة. تخريجية. هو يسمونها التخريج أو عملية التخريج. هذا مثلا حتى بالقطاع النقل البحري مثلا يقولون التخريج، مثلا الباخرة من ينتهي عمرها الافتراضي، كم سنة عمر هاي الباخرة، وراها يبيعونها خردة، ياخذوها يقطعوها حديد مواد أولية تصير هي تنباع خردة كأنما. فهنا معيار فترة الاسترداد احنا من نحسب، شفتوا بالأمثلة هذا عندنا مثال، هنا من نحسب شنو نحسب؟ هاي شنو 5,000 5,000 6,000 تكلفة؟ لا هاي مو تدفقات نقدية، هاي تدفقات نقدية. احنا نحسب ايش قد يدخل لنا فلوس، هي بالضبط ايش قد يدخل لشركتنا فلوس، ايش قد يعني تدخل لنا تدفقات، هو سموه تدفق نقدي داخل وليس تدفق نقدي خارج. الخارج هو الاستثمار نفسه، تدفقات نقدية داخلة. بس احنا هنا من نحسب معيار فترة الاسترداد ما جاي نحسب قيمة السلعة مثلا من نبيعها بنهاية العمر، ما ناخذها. ولهذا يقول يتجاهل معيار فترة الاسترداد القيمة البيعية في نهاية عمره الافتراضي. ما جاي نحسب القيمة البيعية، شفتوا بالجداول الماضية مثلا حسبنا قيمة بيعية او المشروع خردة، لا نحسب ايش قد التدفقات النقدية، وكون هاي التدفقات النقدية هي تغطي المبلغ المالي المستثمر على كم سنة، 2 3، فهاي 3 سنوات أو 2 سنين نعتبرها فترة استرداد، ما أخذنا بنظر الاعتبار القيمة البيعية. فهاي يعني ما دام بعناها فما نحتاج، مو دكتور؟ ما يخالف، بس هي ما دام بعناها شنو تعتبر؟ هم تدفق نقدي للمشروع بنهاية عمره، بس هو فترة الاسترداد ما يحسبها، ما يحسبها. فهنا هذا من العيوب، يقول يتجاهلها ما جاي ياخذها بالحساب، يتجاهل معيار فترة الاسترداد القيمة البيعية في نهاية عمره الافتراضي. فصحيح هاي من المؤاخذات ما يحسبها، بينما هي
يعني هذه لازم الآن تنحسب. أيضا تنباع، وهم راح تدخل إيرادات للشركة، وهم تضاف إلى قيمة التدفقات النقدية على أرض الواقع، بس بمعيار فترة السرداد ما يحسبها، فهي هم تمام يحسبوها من العيوب. هسه واضحة هاي النقطة؟ خلي نجي واضحة دكتور، للنقطة واضحة. الثالثة. النقطة الثالثة، يتجاهل معيار فترة الاسترداد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق بعد فترة الاسترداد، صحيح؟ شلون يعني؟ من يشرح لي؟ إيلاف، نعم دكتور، شلون يعني؟ يقول يتجاهل معيار فترة الاسترداد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق بعد فترة الاسترداد، شلون؟ وأنا مخلي المثال، جاي تشوفون هاي السلايدات مو؟ اي إيه دكتور نعم كنت دكتور نشوف. شوف إيه؟ هذا شلون يتجاهلها؟ واضحة أنا قدامكم كل شيء مخلي، بس أريد واحد يتحدث لأن معي. شلون يعني؟ إذا كانت التدفقات النقدية متكررة. لا لا هسه واضح، العفو يقول دكتور، مثلا هسه واضح امامنا المشروع سين وصاد، اي من نحسب التدفقات، حسبنا التدفقات المشروع الاسترداد الاول بسين، طبعا هذا المشروع الاستثمار 20 ألف، نعم نعم مبلغ الاستثمار 20 20 نعم ألف موجود عندنا دكتور، أي نعم 20 ف ألف أي فترة الاسترداد بالمشروع الثاني ما يحسبها، يعني ما يحسب التدفقات اللي راح تدخل بالمشروع الثاني. يعني هسه مشروع صاد عندنا صفر بصفر، وهنا عندنا 5000 اي 5000 دينار و5000 دينار. لا هي الفكره شنو هنا شو يقول؟ هسه احنا هنا من نجي نحسب هسه المشروع الاول كم سنه يحتاج حتى تتحقق فتره السرداد؟ 4 سنوات اربع دكتور. سنوات المشروع نعم الثاني نعم هم اربع نفس سنوات الفترة، نفس فترة اي نعم هسه احنا من نباوع لهم بشكل يتجاهل السنوات اللي بعدها راح نقول شنو؟ راح نقول يا بالمشروعين تحققون الاسترداد بنفس السنوات، يعني اثنينهم جيدين. احنا هنا بحقيقة الامر سوينا تجاهلنا هاي الفترة اللي بعدها. احنا هنا جاي نحسب فقط شنو؟ السنوات اللي نسترد فيها اموالنا. فهاي محسوبة من العيوب، لان احنا هنا ما اخذنا بنظر الاعتبار المدة ما بعد فترة الاسترداد، بينما لو نجي للحقيقة بعد فترة الاسترداد شوف المشروع سين استمر 5 سنوات 5000 عفوا بالسنة الخامسة، أيضا للسنة السادسة نفس الشيء 5000 هم التدفقات النقدية مستمرة. هذا هنا طبعا افتراضا هذا صفر، وما ممكن مثلا بهاي السنة 4000 نوب رأسا وراها صفر، يعني إلا المشروع نهائيا غلقوا الباب مو ماكو تدفقات، فهو هنا مفترضها صفر لسهولة الحساب وحتى تكون بارزة. يعني هاي الحقيقة، فشوفوا هنا يعني مبدئيا شو نقول؟ اثنينهم والله يرجعون او يحققون فترة الاسترداد خلال 4 سنوات، بينما شنو تجاهلنا السنوات اللي بعدها. السنوات اللي بعدها المشروع صاد تدفقاته صارت صفر، بالمشروع سين بعد معي بعد فترة الاسترداد ايش قد؟ 5000 5000، صحيح هم اثنينهم 4 سنوات عفوا نحقق فترة الاسترداد، ولكن في حقيقة الأمر من المشروع الأفضل؟ أكيد المشروع سين، لأن سين المشروع نعم سين سين تدفقاته تستمر، صحيح استمر هم اثنينهم 4 سنوات، بس أنا عندي المشروع سين هو الأفضل، لأن المشروع صاد تدفقاته تتحول إلى صفر. مو يعني كمدة زمنية احنا ما حسبنا هاي السنوات، ولكن على أرض الواقع لازم ناخذ منه المشروع سين. فهذه من العيوب، لأن احنا هسه من حسبنا بس المدة اللي تغطي لنا التكلفة، ما حسبنا السنوات اللي بعد، فهذا محسوب عيب من عيوب معيار فترة السداد. شو يقول؟ يتجاهل معيار فترة السرداد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق بعد فترة الاسترداد. هنا فترة الاسترداد هي 4 سنوات، وهذا المتحقق بعد فترة الاسترداد.
هنا حقق لي 5 بـ5، هنا 0 بـ0، صحيح نفس المدة بس بديهيا مو، والمنطق والسلوك العقلاني الرشيد على صاحب المشروع يحتم عليه أن يختار المشروع سين، يعني هاي مسألة بديهية جدا. العفو دكتور، فرضا مكان الصفارة يعني أرقام، هنا هاي الحالة شلون؟ أي بمشروع صاد هو هنا أخذها أي نفس الحالة، خلي نفترض هسه هنا مو صفر، إيش قد تفترضين الرقم؟ افترضي يعني مثلا 7000 8000، 7000 8000، في هالحالة أنا يا مشروع أفضل صاد طبعا، لأن هذا إحنا في كل الأحوال متجاهلين هاي بالحساب، إحنا ما نحسب، إحنا هنا شنو نحسب؟ بس المدة اللي تغطي لي فترة الاسترداد، بس ما أخذنا هاي بنظر الاعتبار، بس واقع الحال والمنطق شي حتم علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار لو نريد نفاضل، بما أنه اثنينهم نفس المدة، هسه ذولي اثنينهم نفس المدة، ما معقولة وعندي خيار لازم أختار مشروع واحد. طبعا هاي أكو فد فروض، هي أنا يعني مبدئيا لازم أختار مشروع واحد، وعندي مقترحين زين، هما اثنينهم نفس السنوات، خب ما اجي بشكل اعتباطي اقول سين اختار لو صاد والله لانهم اثنينهم بـ4 سنوات، فهنا لازم ما اتجاهل، وهنا ما اخذها كعيب من العيوب يقول يتجاهل بالحساب، لان انا بس اريد احسب المدة. هنا اذا انظر الى هذا الحال اكيد هنا المشروع صاد هو الافضل، لان تدفقاته بعد فترة الاسترداد اكبر من المشروع سين في هذه الحالة، هذا أكبر مو؟ هسه واضح مو؟ على نفس الحالة يعني هو المنطق لازم هو اللي يحكم هالشكل زين. عندي سؤال، لو نفترض هذا يسترد المبلغ، خلي نفترض هذا بـ3 سنوات مو 4، شلون؟ اللي هو العفو دكتور سين لو صاد قصدك سين، هسه خلينا نقول هذا 10 هاي 20 هاي الأربعة راح أحولها أخلي هاي 10 هاي 10000، هسه يا مشروع أفضل سين، أكيد المشروع سين، مو هو كمعيار هو يفرض علي، شوفوا هو ليش هسه يقول هاي من عيوبه، هسه جس صار عندي انا هنا صار 3 سنوات مو، نعم دكتور استرد هنا قد عندي 4 مو 4، احنا هنا كمعيار معيار فترة الاسترداد انا شنو مبدأي الاساسي؟ مبدأي اختار المشروع اللي يتحقق او اللي يسترد اموالي فترة اقصر. شوفوا هنا انتم اختاريتوا سين، ليش اختاريتوا سين؟ لان احنا اساسا اتجاهلنا السنوات اللي بعتها، لو نجي لحقيقة الامر بالمشروع سين السنوات اللي بعتها التدفقات اقل من السنوات اللي بعد المشروع صاد، ومع ذلك اختارينا سين، لان هو المعيار فرض علي، هو اسمه معيار فترة الاسترداد، هو معيار فترة، معيار فترة، يعني أنا هنا معيار الرئيسي الفترة، ما جاي أخذ بنظر الاعتبار التدفقات اللي بعدها، فلأنه أنا ما جاي أخذ بنظر الاعتبار التدفقات اللي بعد فترة الاسترداد، فهذا يعتبر من العيوب، من العيوب على المعيار كمعيار. هل واضحة الفكرة شباب؟ واضحة دكتور واضحة. يعني دكتور هسه المشروع صاد إذا بدايته يعني بالسنة الأولى مو 5000 15، فأكيد راح يكون هو الأفضل. طبعاً طبعاً لأن هذا نعم. سنتين هنا نعم 15 نعم. أفضل في كل الأحوال والظروف، أول شيء سنتين وسترد المبلغ، ثاني شيء نعم. تدفقاته بالسنوات الأخيرة أكبر، طبعاً حتى لو بالضبط. تدفقاته هنا أقل نعم. حتى لو صفر هم نختاره، هم نختار صاد لأن هذا بسنتين، لأن أنا مبدأي الأساسي مثل ما ذكرت لكم فترة، فترة الاسترداد هو اسمه معيار فترة الاسترداد، لأن هنا معيارنا الرئيسي هي الفترة، يعني الأساس اللي نعتمد عليه هي الفترة أو
كم سنة ويحقق إنه. هسه واضحة كلش ترسخت ببالكم الفكرة؟ واضح واضح دكتور واضح. ممتاز. بعد نجي للعيب الرابع، يقول يهتم معيار فترة الاسترداد بعنصر السيولة على حساب عنصر الربحية، شلون؟ منو يشرح لي؟ انتم لا تفكرون بالكتاب، هاي ترى كلها معلومات عامة بديهيات. انتم هسه اقتصاديين، عندكم مفردات اقتصادية. افكر بالجملة نفسها واجاوب. يقول يهتم معيار فترة الاسترداد بعنصر السيولة على حساب عنصر الربحية. فأنا رأسا أقارن السيولة شنو معناتها؟ يعني الأموال بغض النظر عن مستوى التكلفة، مو؟ السيولة سيولة قد أنا عندي نقد، قد عندي تدفقات، هاي السيولة يسموها، لأن هاي فلوس جاي تدخل بحسابي، بحساب الشركة 15,000 5,000 6,000. زين أنا من ال 15,000 هاي قد عندي تكاليف؟ ما أدري نظر الاعتبار، ما يعني فترة الاسترداد هاي ما أخذتها بنظر الاعتبار، ما حسبتها، مو؟ هاي كلها سيولة فلوس، مو؟ بس ما نعرف هاي قد صار فيه منها نفقات، قد تكاليفنا، مو؟ يجوز خلي نفترض هنا يجوز تكاليفنا 10,000 وهنا يجوز تكاليفنا 1,000، يعني نسبيا تطلع هاي الخمسة أحسن، لهنا تكاليف كبيرة يلا رابح لي أنا 5,000 منها، إذا افترضنا 10 التكاليف. إحنا هنا شو نباوع؟ فضلنا المشروع صاد، ليش؟ لأن اهتمينا بيمن، اهتمينا بعنصر السيولة. واضحة الفكرة شباب؟ يعني إحنا هنا وين نباوع؟ نباوع بس للأرقام، ما تجي ببالنا التكلفة. فولهذا يقول يهتم معيار فترة الاسترداد بعنصر السيولة على حساب عنصر الربحية. من يقول ربحية شنو يعني؟ إيرادات ناقص تكاليف. إحنا هنا ما أخذنا بنظر الاعتبار التكاليف، أخذنا بنظر الاعتبار فقط التدفق أو الإيراد، يقد دخل لي فلوس، بس أنا يقد نافق تكاليف ما أدري، يعني هنا ما حاسبها، ما أخذها بنظر الاعتبار، أباوع على الأرقام بشكل مطلق، من الرقم الأكبر أعتبره هو الزين، وباعتبار راح يحقق لي فترة استرداد أقصر. بينما يجوز هذا المشروع صاد فرضا على سبيل الافتراض، يجوز هذا تكاليفه كلش عالية، ربما أرباحه أقل إذا افترضنا تكاليف عالية. هذا يجوز صح تدفقاته قليلة، بس يجوز شنو؟ يستخدم عناصر الإنتاج بشكل كفو، يجوز تكاليفه قليلة جدا، يستخدم طاقة ضوئية، ما يصرف كهرباء، يستخدم وقود نظيف، ما أدري شلون. المهم ممكن احتمالات. ولهذا يقول شنو؟ يهتم معيار فترة الاسترداد بعنصر السيولة على حساب عنصر الربحية. ليش؟ لأن أنا هنا ما أخذت التكاليف بنظر الاعتبار، أباوع بس على الأرقام بشكل مطلق. هسه واضحة الفكرة شباب؟ نعم واضحة دكتور. منو ما واضح عنده خلي يقول، بما أنهم أنتوا اليوم ثلاثة فحتى أهتم بيكم، يعني بس ثلاث طلاب فبراحتكم. ها منو ما واضح عنده؟ واضحة جدا يعني. أي واضحة جدا. أنا أهم شيء أركز وين جاي يشوفون، يمكن ولح على بعض الكلمات، أركز على الفهم. يعني ما لي طالب، وأنت طالب رابع رح تتخرج، يعني هالشكل أحفظه يهتم معيار عنصر السيولة على حساب الربحية؟ لا، أنا لازم من أقرأ أفكر شنو السيولة. سيولة يعني المال السائل، يعني الكاش ماني بالضبط، هو السيولة. مرات حتى بالعامية يجي واحد مثل صديق قال لك انطيني فلوس ما عندي سيولة، هو مو معناته ما عنده فلوس، وإنما مال سائل ما عنده، هو يجوز عنده متجر، يجوز فلوسه كلها سلع، ربما فلوسه محولها، مو محولها ذهب مثلا، محولها سلع، محولها أرض، بس سيولة ما عنده، يقول لك انطيني كم ألف، مو محتاج كذا مبلغ، لأن ما عندي سيولة، كاش ماني ما عنده. يعني أقصد مثلا سعر رمزي؟ لا مو سعر رمزي، السيولة هي المال السائل، الأصول السائلة اللي هي الكاش ماني، نقد.
شلون هنا انا ذكرت لكم المثال هاي التدفقات النقدية ايش قد 15000 5000 مو؟ اي دكتور فهم. فهو هذا بمن يهتم؟ يهتم بالسيولة، يهتم بالكاش ماني كأنما بالتدفق النقدي على حساب الربحية. يعني كأنما احنا هنا من ننظر على السيولة بس ما اخذنا بنظر اعتبار مقدار التكاليف المصروفة كم، ما حسبنا الربح، ربما ربح هذا اكبر فرضا اذا كانت تكاليفه اقل، صحيح تدفقاته اقل، ربما تكاليفه نسبيا اقل، يجوز ارباحه هذا اكبر، ممكن تصير. فاحنا هنا ما اخذنا بنظر اعتبار عنصر الربحيه ايش قد المشروع يربح، احنا اخذنا بنظر الاعتبار ايش قد تدخل تدفقات نقديه للمشروع، اخذنا بنظر اعتبار كانما السيوله واهملنا جانب الربح. فهذا يحسب من العيوب على معيار فتره الاسترداد. هسه واضحه شباب؟ واضحه دكتور واضحه. ممتاز. خلي نجي للنقطه الخامسه، هذا احد العيوب. يقول يتجاهل معيار فتره الاسترداد المخاطره المصاحبه للتدفقات النقديه. شنو المخاطرة المصاحبة؟ نعم دكتور. منو يتفضل يتفضل؟ نعم دكتور. دكتور ساعدنا هنا بالمثال مشروعين خلال 4 سنوات، المشروع سين نلاحظ تدفقاتها النقدية تكون مستقرة ومتساوية. أي ما يعني إن ما يعاني من تذبذب هاي التدفقات النقدية ولا يوجد يعني عنصر المخاطرة اللي صاحب هذه التدفقات النقدية. اما المشروع صاد لا هناك يعني غير مستقره التدفقات النقديه وتذبذب فيها ومخاطره. ممتاز. يعني كل ما زاد مدى زادت المخاطره. جيد جيد عاشت. هو شنو ليش سماها المخاطره المصاحبه؟ يعني انا اتمنى دائما شوف هنا من يكتبون هنا المؤلف يعني دقيق، قال المخاطره المصاحبه، مصاحبه ماذا؟ شوف اخوان هسه مثلا هنا عندنا هذا استثمار مبدئي 20000 المشروع وهذا هم 20000 استثمارهم، اثنينهم هم يحققون فترة الاسترداد خلال 4 سنوات، يعني إذا هذا معيارنا كمدة هم اثنينهم خلال 4 سنوات نسترد المبلغ. بس هذا شنو بي؟ هذا بي مخاطرة مصاحبة. يعني شوفوا أول سنتين هذا شقد حقق لي 4000، بينما أول سنتين المشروع سين شقد حقق لي 10000، وهذا 4000 دينار. هذه يسمونها مخاطرة مصاحبة، يعني صاحب تدفق كل سنة، لأن هنا صاحب المشروع ما راح يطمئن، عند استثمار 20000 وكل سنة هنا أول سنة 2000 ين، هنا 2000 ين، هنا 1000. شوف بس مع العلم صحيح الفترة النهائية هم خلال 4 سنوات يستردون المبلغ، هنا 1000، بينما بالسنة الرابعة 15000، يعني ماكو استقرار، يعني شنو؟ تدفقات نقدية متقلبة. هو هنا طبعا كمثال حتى يوضح الفكرة، يوضح فكرة المخاطرة المصاحبة. شوفوا ما خلى ال 15000 بالبداية، لو بالبداية ما نقدر نقول مخاطرة مصاحبة، بالعكس هذا شيء جيد، لأن أول سنة كسبنا 15000 ظلنا بس 5، في هالحالة ماكو مشكلة. بس هنا لا، التدفقات النقدية قليلة 2000 2000، انه بالسنة الثالثة انخفض 1000، فهذه مخاطرة لان مستوى السيولة قليل جدا، مو بمعنى هنا صاحب المشروع راح يعيش بحالة من القلق انه ما يسترد امواله بسرعة قياسية وما يطمئن. صحيح هي كمدة نهائية نفسها، بس هنا مخاطرة مصاحبة، يجوز 2000 2000 1000، احتمال هنا بالسنة الرابعة ربما هم أيضا 1000 لو 2000 ين، وبالتالي ممكن فترة الاسترداد الطول. بس هنا مفترضهم اثنينهم 4 سنوات حتى يوضح لنا الصورة. هنا العملية مستقرة كل سنة 5، مو فالوضع مستقر بالشركة، بينما هنا لا، يعني تدفقات نقدية قليلة ومخلي هنا 15 حتى يريد يساويها وهي هاي الفترة حتى يبين لنا شنو معنى المخاطرة المصاحبة. فالمخاطرة المصاحبة وين تحديدا؟ بيا سنوات؟ أكيد بالسنة الأولى والثانية والثالثة، مو هنا المخاطرة المصاحبة.
لأن تدفقات نقدية قليلة جدا بالمقارنة مع المشروع الثاني. هسه واضحة هاي الفكرة شباب؟ نعم واضحة دكتور. شوفوا هناك نقطة ذاكرينها بالمصدر نسميها المدى، مدى المشروع، شي قارن حتى يبين المخاطرة، لأن يقول كل ما يزيد المدى تزيد المخاطرة. مدى المشروع، مدى المشروع شنو هو؟ فترة المقارنة ناقص فترة الأساس. يعني هنا يعني السنة الأولى وهي السنة الأخيرة بالضبط، السنة الأولى هي سنة الأساس، السنة الأخيرة أو السنة الرابعة هنا عندنا مثالنا هي سنة المقارنة. فيقارن هنا تشوفونه طارح 5000 ناقص 5 طالع صفر، فما عندنا مدى للمشروع. بينما هنا شوف الفجوة اللي مطلعها 15000 طارحة من الألفين 13000. فهنا يقول كل ما يزيد المدى أو مدى المشروع نسمينا المدى هو، أو بمعنى آخر نقدر نسميها الفجوة أو فجوة التدفقات، هو نفس المدى. هذه يعني فجوة التدفقات بين السنة الأخيرة أو سنة المقارنة وبين سنة الأساس. 15 هاي مال السنة الرابعة، هذه نفسها، وهذه 2000 مال السنة الأولى، فطالع 13000. بمعنى شنو؟ المشروع صاد بمخاطرة كبيرة. لو نفترض عندنا بعد مشروع ثالث نفس الحالة، هم نحسب المدى للمشروع فنقارن. فهنا كلما يكون المدى كبير معناته مستوى المخاطرة شبي أكبر أكبر، عن اعتبار أنه أكو فجوة. هذا شي يبين لي، يبين لي أكو شنو، أكو يعني تقلبات، نقدر نقول أكو تقلبات أو حالة من عدم الاستقرار. طبعا هاي الأمثلة تشوفونها، الأمثلة أمثلة هاي أرقام افتراضية. هو ليش مخليها هنا كلها 5 وبدون أي زيادة ونقصان؟ حتى يبين 5 ناقص 5 هاي كأنما 0، هنا مخلي فرق أكبر حتى تكون الصورة واضحة لأغراض حسابية. واقع الشركات الحقيقي يعني مثل ما تعرفون ما ممكن، معقولة يعني 4 سنوات كل سنة هي 5000 أو 5 ملايين أو 5 مليار؟ ما تجي 5 في، مستحيل. بس لغرض توصيل الفكرة لا أكثر ولا أقل. فتشوف هنا المدى يعني استقرار كبير يعني مطلق، هنا 5 بـ5، 5 ناقص 5 هاي 0، ماكو أي مخاطرة يعني. وهنا لا مخلي فرق كبير، فصار الفرق 13000، يعني مستوى مخاطرة كبير. لو نفترض عندنا قلنا بعد مشروع آخر، خلي نفترض تطلع المخاطرة 10000، هم بي يعني المدى يكون أقل من الصاد، ولكن مستوى المخاطرة أقل إذا نقارنا مع المشروع صاد، وأكبر إذا نقارنا مع المشروع سين، وهكذا. يعني هسه هذا واضح عندكم؟ منو عنده سؤال على الحلقة الماضية؟ المحاضرة الماضية نزلت فيديو، منو ما شافه؟ دكتور قصدك الفيديو؟ اي والله دكتور ما شفنا، لان احنا الصبح موظفين وطلعنا وما شفنا. يعني هو حضرتك بالوحدة يمكن نشرك. نزلت اللينك، ادخل عليه وشوفه، واي سؤال نعم. عندك قول لا. ان شاء الله هسه هم ان شاء الله ان شاء الله دكتور. شكرا السلايدات مالتي، هسه اراويكم السلايدات مالتي. نعم دكتور. بس شوفوا بالفيديو أوضح، لأن هذاك شرح وكذا جاهز. نعم دكتور إن شاء الله. أنا بالفيديو راح تلقون هذا تحديد التكاليف الاستثمارية وأنواعها، يعني كلها بديهيات أنتم دارسينها. تكاليف الاستثمارية عندنا هنا مصطلح السنة الصفرية. السنة الصفرية شنو؟ السنة اللي هي بعد المشروع ما بادي، المشروع هو قيد الإنشاء، ما بادي أي نشاط تجاري.
أو السنة الصفرية تدخل من ضمنها مو فقط فترة الإنشاء، ما دام المشروع ما بادي الإنتاج قبل بدء الإنتاج بهدف البيع، ما دام ما غير لم ينتج ولم يبيع معناتها سنة صفرية، لأن ما مسوي شيء، ما داخل أي تدفقات. التكاليف الاستثمارية هاي أنتم دارسينها، وهاي مبادئ، مو تكاليف استثمارية، أي تكاليف تتعلق بالمشروع الاستثماري، يعني عكس التشغيلية، أي تكاليف ممكن أن توظف أو تهم المشروع الاستثماري، ولهذا يقول هي التكاليف التي يتم انفاقها من ظهور فكرة المشروع، يعني من بداية دراسات الجدوى وحتى بدء العمل في الإنتاج، أو حتى إنتاج أول قطعة وبيعها، هاي كلها تكاليف استثمارية. فهذه المبادئ هي اللي درسناها أو نشرناها بالتقدير وتحليل التكاليف. هنا منطينا جوانب نظرية، تكلفة الأرض، وأكيد هاي بديهيات، دائما احنا شلون نحسب المساحة في سعر المتر، زائد رسوم التسجيل، مو حتى نعرف تكلفة الأراضي المشترعة. هنا عندنا ملاحظة، إذا كانت الأرض مؤجرة فهذه ما تدخل ضمن تكاليف التشغيل، تكاليف الاستثمار عفوا، تعتبر تكاليف تشغيل. إذا خلينا نفترض هسه أنا عندي معمل إنتاجي ومأجر أرض، أو مأجر بيت مسوي معمل مثلا، فهنا الإيجار اللي يدفعه هذا مو استثمار، هذا تكاليف يعتبر، مثل ما أدفع مثلا أجور العمال. بس إذا البيت أنا أملكه، أو الأرض أنا أملكها ومسوي بيها معمل، يعني اشتريت هاي الأرض، فهنا أكيد الأرض هي تدخل ضمن التكاليف الاستثمارية، المبلغ المدفوع للشراء. نفس الشيء أخذنا بها تكلفة المباني، شلون نحسبها، المساحة في متوسط التكلفة، هذه ما عليها تمارين بس مبادئ فهموها، المبنى شلون تنحسب، المساحة في... عفوا دكتور. نعم دكتور، بالنسبة للحالات التطبيقية تجي مثل ما هي، مثل نفس الصيغة لو أكو صيغ أخرى بالامتحان قصدي، مثل فترة الاسترداد. اي نعم. لا نفس، يعني شنو يتغير، تتغير الأرقام، نفس الشيء. لا مو مشكلة، اي مو مشكلة. نعم نعم، يعني نفس الصيغة، نفس الصياغة، نفس الجدول، بس طبعا خب مو يجي المثال نفسه، وإنما نفس الفكرة. لا أكيد. نعم نعم دكتور. نعم، لأن هاي مقولبة، يعني نقول مادة مو مثل الرياضيات وبيها فد يعني طريقة معينة، طريقة مختلفة، تروح تستخرج مشتقة معينة حتى تجاوبها، هاي يعني ما بيها، ما تقبل خطأ، مجرد حسابات عادية. عندنا نوع من التكاليف تكلفة الأثاث مو والمفروشات، هاي طبعا ياخذ التكاليف الاستثمارية مو، يعني احنا انشأنا معمل، هذا المعمل مو يتأثث، مكاتب مو، فهذه شراء الأثاث وغيرها أيضا يحسب ضمن التكاليف الاستثمارية، لأن هاي تستخدم لأغراض العمل، المكاتب وغيرها والكراسي والمفروشات كلها أيضا ضمن التكاليف الاستثمارية. عندنا بعد بند آخر يسموه احتياط النفقات الطارئة، هذا أيضا هم ذاكرة لكم بالفيديو، يقول هذا البند مخصص لمواجهة تغيرات أسعار البنود السابقة. مثلا طبعا احنا هنا حتى على أرض الواقع اليوم، واحد إذا عنده مشروع معين هم يخلي، نقول يخلي فلوس احتياط، مو هالشكل بالضبط، هو هذا احتياط النفقات الطارئة، مثل ما هسه حصل عندنا، مو تغير سعر الصرف، يعني هسه كثير ناس عندهم مشاريع، اللي مخلي هذا البند بحساباته مخلي فد فلوس زايدة مو، يقدر حتى يستمر بالمشروع، فهاي أيضا من ضمن التكاليف الاستثمارية يسموها، حتى واحد ياخذ في الحساب أي تغيرات طارئة. طبعا هنا يقدروها من 5 إلى 10% من قيمة الأصل. خلي نفترض إحنا الأصل الاستثماري مالنا مليون دينار، فأكيد إذا أنا أريد أخذ 10% يعني 100,000، هاي أخليها احتياطي، خاف السعر يتغير كذا، وإذا ما أخذ 5% الأقل، مو 6-7 حسب، يعني من 50,000 إلى 100,000، إذا قيمة الأصل مثل مليون دينار مثلا، وينك قيمة أصل مليون دينار لو الشكل كان كله، بس هاي أمثلة. يعني عندنا بعد هم تكاليف مصروفات التأسيس،
تكاليف رسوم، تراخيص، إجراء دراسات، هاي كلها أيضا ضمن التكاليف الاستثمارية. تكاليف رأس المال لبدء التشغيل، مكائن، معدات، أجهزة تكنولوجية غيرها إلى آخره، كلها تكاليف. هذا تشوفوه بالفيديو وتتابعوه، لأنها كلها قضايا إنشائية شباب، وإذا تريدون أعيدها لكم ما عندي مانع. التكاليف التشغيل السنوية، إنه هنا جينا تكاليف التشغيل. التشغيل شنو يشمل؟ منو يحكي لي عنه؟ تكاليف تشغيلية، مثل ايش؟ ليش سموها تشغيلية؟ ها؟ يعني التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. اي هي تشغيلية، من اسمها تشغل او تسير او من اجل استمرارية العملية الانتاجية، اللي هي شنو؟ كل المصروفات والنفقات التي تنفق اموال، مع بداية المشروع. اجور ورواتب، تكاليف صيانة، شحن ونقل، تأمين، دعاية، هاي كلها يسمونها تكاليف، ماء وكهرباء وإيجار، أي تكاليف تشغيلية، ولا يسموها تشغيلية. يعني حتى تديم العملية الإنتاجية، إحنا عندنا معمل إنتاجي، ولكن حتى يستمر هذا المعمل لازم ندفع إيجور، لازم ندفع رواتب، لازم ندفع للصيانة، لازم ندفع للماء، لازم ندفع للكهرباء، ندفع للنقل، نشتري مواد خام. تشغيل هو ليش سموه تكاليف تشغيل؟ من أجل تشغيل المشروع، حتى واحد لا ينساه يعني الشكل. هنا مسميها تحليل تكاليف التشغيل، عندنا تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة، هاي درستوها وأخذتوها مسبقا. مو منو عنده بها بد سؤال؟ هذه واضحة. وعندنا نوع من التكاليف، شوف المتغيرة وشوف الثابتة، هذا ممكن يكون يعني نقول بين هذا وذاك، مثل تكاليف الصيانة وأجور المشرفين. يعني مثلا تكاليف الصيانة الدورية، مو مرات هسه خصوصا الشركات، شركات الطيران مثلا، كل فترة يسوون صيانة دورية، هاي تعتبر شبه ثابت. بس إذا افترضنا إحنا مثلا عندنا معمل إنتاجي وزيدنا المكان، مو زيدنا المعدات، استخدم هنا التكاليف نشبيها راح تكون شبه متغيرة. تكاليف الصيانة راح تكون شبه متغيرة إذا تطرأ تغيرات على واقع مثلا الأجهزة وعددها. خلينا نفترض زيدنا عدد المشرفين، فهنا التكاليف شبيهة راح تتحول إلى شبه متغيرة، لأن مو شبه ثابتة، مو لأن ازداد عددهم، فبمعنى أنه تحولت إلى شبه متغيرة، وهكذا. أخذنا تقدير الإهلاك، هذا الإهلاك يقول شنو الإهلاك؟ منو يحكي لي عنه؟ بعد سلايدين ونخلص حتى فد مرة. شنو الإهلاك؟ سموه الإهلاك، يعني هسه احنا اليوم بنشتري ماكينة ونشغلها، ورا فترة شو يصير بيها؟ تستهلك تقادم، يصير أو بيها استهلاك. تقادم قيمتها التكنولوجيا، بسبب التكنولوجيا، نعم. بسبب عوامل الزمن تنخفض، مو؟ هذا احنا اشترينا آلة، اليوم سعرها اليوم أكيد راح ينخفض، مو؟ بعد ما ينتهي عمرها الإنتاجي، أو حتى قبل لا ينتهي عمرها، ورا سنة ونريد نبيعها، إيش راح يصير بسعرها؟ ينخفض. من ينخفض سعرها، هو يعني هاي ليش انخفض؟ أساسا بسبب هذا المبدأ، مبدأ الإهلاك. فهذا الإهلاك، انخفاض قيمة السلعة يعني، مو بسبب التقادم واستهلاكها من الداخل، يعني حتى أجزاءها هي تستهلك، هو من هاي المصطلح جاي. ايضا يعامل على انه شنو؟ تدفق نقدي للخارج. انا هسه لما عندي ماكينه وهي تستهلك كل يوم، كانما مثل ما انا جاي ادفع فلوس، بس هاي الفلوس ما تدفع بشكل كاش ماني، وانما يقول تقيد دفتريا. ليش يقول هنا يعالج؟ من يقول يعالج انما يعني تحسب،
أو تؤخذ بالحسبان على أنها شنو؟ تدفق نقدي خارج. يعني حتى اللي يشتري سيارة بعد شهر ويبيعها، هم يبيعها بسعر أقل، خلال هذا الشهر أيضا صار بيها إهلاك، فهذا يسمونه قسط إهلاك. هو صح انخفض سعرها، بس هي شنو أساسا؟ بما أنه تعمل أكيد يصير بيها نوع من الإهلاك بسبب استخدامها وغيرها، فهذا يعتبر تدفق نقدي للخارج، ويعتبر بند من بنود تكاليف التشغيل لأغراض احتساب صافي الربح. مو يعني بالضبط أنا عندي ماكينة والماكينة تنتج وجاي أبيع، فمن أحسب أرباحي أنا هنا ما أحسب فقط التكاليف اللي هي أجور الأرض أو المبنى، صرفيات الوقود، الكهرباء والماء، وإنما أحسب حتى قسط الإهلاك، لأن هاي الماكينة اللي أستخدمها أيضا جاي تستهلك. فقسط الإهلاك يحسب سعر الآلة عند الشراء ناقص سعر الآلة عند البيع، ونقسمها على الفترة الزمنية أو عمر الآلة. قد خدمتني أنا هاي الآلة؟ خلينا نفترض عندنا ماكينة اشتريناها بألف دينار، ورا سنتين بعناها بخمسمية، قد قسط الإهلاك؟ منو يقول لي؟ العفو دكتور، بس أعيد الرقم. اشترينا آلة بألف دينار، بعد سنتين بعناها بخمسمية، ايش قد قسط الإهلاك يصير؟ 500. ليش؟ عفوا دكتور 500. لا شلون؟ أنا قلت بعد سنتين بعناه. ها بعد سنتين. إي إحنا اشتريناها بألف دينار، بعناها بخمسمية، ايش قد بقى؟ 700. شو القصة؟ ألف دينار وبعناها بخمسمية. 500. ظلت 500. يعني قلت 500. ما انا سمعت 7. قسط الاهلاك. زين. زين انا استخدمتها سنتين، اقسمها على 2 هاي ال 500، يطلع قسط الاهلاك 250. 250. 250. تعرف دكتور انا حسب كان هاي زائد مو مقسمين، فلهذا قلت لك الرقم غلط. مو كلش واحد حسب هاي زائد. ايش قد نظرك؟ لا دكتور عادي نظري ما في شيء. شو 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 نشوف هاي التقسيم؟ اخلي لكم هالشكل كذا. ما مقربت. ما مقرب الشاشة. هاي خلي اكبركم الشاشة. التقسيم. زين شباب؟ فيعني 500 قسط الإهلاك، معناته سنويا قد قسط الإهلاك 125. بما انه 250، كانما انا هذه ال 500، عفوا ال 250، شنو هذه؟ هاي ال 250 كانما انا هاي دافعها شنو؟ تدفق نقدي خارج، كانما مدفوعات تكاليف، كانما دافعها للماكينه، لان الماكينه جاي تستهلك حتى اعوض انخفاض سعرها. هالشكل يعني تنحسب. هسه واضحه الفكره؟ واضحة دكتور، واضحة. أيه. دكتور العفو، حالة تطبيقية رقم 23 فيه. هنا يقول آخر شيء، يقول بالتالي فإن المشروع يحتاج لثلاث سنوات وأربعة أشهر. هنا الأربعة أشهر شلون حسبها لاسترداد الاستثمار الأول؟ أي هذا هنا أنا يمكن بالمثال مخليه، لا هذا غير مثال، الحالة التطبيقية بس خلى طلع الكتاب 23 دكتور. اي هناك قد يقول المشروع يحتاج 3 سنوات و4 شهور. اشهر. نعم. هذا قيمة الاستثمار ايش قد؟ 20,000. مو؟ نعم دكتور. السنة الأولى ايش نعم. حققت؟ 8,000. نعم. الثانية 7,000. ايش قد صاروا؟ 15,000. السنة الثالثة 4,000. صاروا ايش قد؟
19. نعم دكتور. نعم. أنا السنة الرابعة إيش قد أحتاج منها حتى أسد مبلغ الاستثمار؟ ألف. أحتاج بس ألف. زين بالتدفقات السنة الرابعة إيش قد محصل هو 3000. فأنا ما أحتاج كل السنة. شو أسوي؟ أقسم 3000 تقسيم 12 على عدد الأشهر. قسم ل 3000 تقسيم 12. نعم دكتور. قد يطلع عندك 250. اه 250. زين انا يراد لي يعني 250 هاي شنو ال 250 كلش قد كل شهر؟ نعم انت من قسمت 3000 على عدد الاشهر اللي هي عدد اشهر السنه 12 شهر. نعم بالضبط بالضبط صح. 250 بالشهر. زين واضح فهمت دكتور. بما انه انا احتاج 1000 اربع اشهر معناته كل شهر 250. ممتاز واضح واضح. كل شهر 250 واضح. يعني الراد لي من السنة الرابعة بس أربعة أشهر فقط. أربعة أشهر. نعم بس أربعة أشهر حتى أغطي. هو هذا فترة الاسترداد كل شيء ما أبي يعني فتشي بسيط. بس أنا بصراحة من خلال السنوات الماضية من خلال التجربة بالامتحانات الطلاب يغلطون بهاي فدائما ألح عليها. وليش هسعدتها لكم يعني هذه هنا يغلطون فهاي مال الأربعة هاي أربعة أشهر وهاي السنة الأخيرة إيش قد نريد منها هنا يغلطون بالأجزاء بالأجزاء. أي هو فكرتها بسيطة. إذا نعم. المبلغ أكبر مما يحتاجه المشروع اللي يغطي معناته شنو أنت ما تحتاج كل السنة يعني تحتاج كم شهر. بهالحالة مطلوب منك تعرف بالشهر إيش قد حتى تحسب عدد الأشهر. هي هاي هسه منو ما وضحت عنده بعد؟ واضحة عندكم؟ منو؟ واضحة دكتور واضحة. نجلاء وإيلاف واضح؟ واضح. ممتاز. هذه هو هاي أهم فقرة. هذا المثال نفسه بس الأرقام تغيرت. هنا من حسبنا نفسه بتظلين نغير لهم بالأرقام. هاي أربع سنوات وشهرين لأن ظليت أجيب لهم أمثلة هاي بالصباحي. وظلنا نغير بالأرقام نفس المبدأ. حساب فترة الاسترداد في حال اختلاف التدفقات النقدية. وهذا الفيديو موجود أيضا أونلاين يعني عفوا على اليوتيوب. دازلكم الرابط على الصفحة إذا اللي يريد هم يعيده يشوفه خاف. أوكي شباب هسه منو عنده سؤال بعد؟ ماكو دكتور واضح كل شيء واضح إن شاء الله. تمام تمام يلا خذوا راحتكم. شكرا. الله يعطيك دكتور الله يعطيك.